واحدا من ابناء نادي روما وواحدا بالمناسبه من اللاعبين. خطيره خطيره فيها الكره الى خارج الملعب في الكره الماضيه، ويا لها من اثاره عزيزي مشاهد الجزيره الرياضيه في الدقائق الاولى. 16 دقيقه اولى جميله جدا ومثيره جدا ورائعة جدا، لكن كرة القدم كما يقولون ولادة. شوف الكرة الماضية إلى دييغو ميليتو في المكان الخطير، لكن الحارس كذلك، وكانت اللمسة جميلة بالمناسبة، ما في تسلل، في حالة شبه انفراد كانت، وستيكلنبورغ أبعد الكرة الماضية وحولها بالتالي إلى خارج أرضية الملعب. عندنا بداية مثيرة، عندنا بداية بهدف جميل.